السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنروح مع بعض جولة في الربيع، نروح انا وانتو. فقلت اخدكم معايا نتفرج على الشنط هناك. الفيديو ان شاء الله هينول اعجابكم. شنط باسعار كويسة، يعني الاسعار معقولة بالنسبة للخامة، يعني ما كويسة. الشنط ديت فيه ب70 وفيه ب120، كل شنطة على حسب سعرها. وصحابات الفرشة ديت ناس كويسين جدا، يعني ناس يعني يطلق عليهم سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، يعني كويسين جدا في المعاملة، يعتبر من أحسن الناس يعني في الرواية. مش بجامل، لا هم ناس كويسين يعني في المعاملة. أنا مصورة فيديو شنط، يعني يعتبر من الترند، شنط اوريجينال خالص. انا عارفه طبعا الاوريجينال دي بتبقى بالالوفات، بس مش ببالغ. يعني الشنط جميله جدا، يا ريت ترجعوا للفيديو دوت. هو مش من بعيد، من قريب بصوره في الرواية باحدث الشنط الموجوده في السوق، بالخامات وبالاشكال وبالموديلات. موديلاتها شيك جدا جدا، هتعجبكم ان شاء الله. يعجبكم الفيديو ده، يا ريت ترجعوا له. وهسيب لكم في صندوق الوصف اللينك بتاعه. زي ما انتوا شايفين كده اشكال الشنط، هي كانت الشنط كتيرة فما كنتش عارفة اطلعها واحدة واحدة. ما شاء الله، يعني الاخضر انتوا عارفين طبعا موضة السنة دي والسنة اللي فاتت برضه، بقاله كام سنة متربع على العرش اللون ده. وفي شنط تاني برضو اللي هي بتعلق على الكتف، تنفع للدروس وتنفع للجامعات. الشنط حلوة معقولة وخامتها كويسة، يعني مش وحشة، ماشية في ب70 زي ما قلت، وفي ب120 كده، يعني في الرينج ده. واللبن دي برضو جميلة، وسيبكم مع الفيديو. يا ليل لا وصلت على نبي.
بيتك.